بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. الذهب حير الناس كلها برغم كل التقلبات السعريه اللي حصلت الاسبوع الماضي وكل الاحداث الكتيره جدا اللي حصلت الاسبوع الماضي، الا انه كان من المتوقع انه يقفل تعاملات الاسبوع على خسائر، الا ان الذهب في تعاملات الاسبوع الماضي قفل برضه على مكاسب وارتفاعات، بمعنى انه اللي اشترى ذهب في اول الاسبوع كسب حتى في نهايه الاسبوع. تعالوا نشوف مع بعض الذهب هيكمل معانا ارتفاع ولا هيكمل معانا مكاسب ولا اللي جاي خسائر. ابيع بسرعه الذهب اللي معايا عشان مش هشوف المستويات دي تاني، ولا الحق اشتري قطعتين ذهب واخليهم عندي من باب انه انا هستثمر فلوسي وهدخر فلوسي في الملاذ الوحيد والامن هو الذهب. هنتكلم مع بعض في كل التفاصيل دي دلوقتي، بس يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. الأسبوع الماضي كان عندنا تقلبات سعرية غير عادية. شفنا الأسبوع عند أول أيامه عند يوم 21/8 تقريبا كان عند 1883 دولار للأوقية، قفل الأسبوع على 1914، وشفنا في وسط الأسبوع 1903 و1907 وبعد كده قفل الأسبوع على 1914، يعني الشاشة العالمية قفلت على 1914 دولار للأوقية. بمنتهى البساطة حتى اللي اشترى في اول الاسبوع على نهايه الاسبوع كان كسبان. انا طبعا مش بشجع حضرتك على انك تشتري اول الاسبوع وتنتظر اخر الاسبوع تشوف ايه اللي هيحصل، ولا دي ناس المفروض بتضارب ب100000 جنيه و50000 جنيه زي حضرتك. دي دول كانت بتشتري ذهب اشترت في اول الاسبوع، او مضاربات سياسيه اشترى في اول الاسبوع وكسب في اخر الاسبوع. مش بنصح حضرتك خالص تعمل زيه، ولا دي قاعده ولا ده مثال. المثال بنتفق مع بعض في انه هي اول اقصى اقل مده ممكن نتكلم فيها هي مده سنه، يعني 12 شهر عشان حضرتك تقدر تستثمر. طيب الاسبوع الماضي اتكلمت مع حضراتكم انه كان عندنا ندوه اسمها جاكسون هول، وطبعا دي ندوه بتتعمل كل سنه في شهر اغسطس، بتتعمل من كبار الاقتصاديين وجيروم باور رئيس الفدرالي الامريكي واعضاء من الفدرالي الامريكي، بيحسبوا فيها امر بيحسموا فيها موضوع امر السياسات النقديه اللي هتتبع في السنه اللي بعديها. طيب كانت ايه النتيجه؟ انا قلت لحضراتكم من قبل ما يعني ما تنتهي الندوه دي، هي كانت مدتها 3 ايام، المفروض انها انتهت النهارده او انتهت امبارح تقريبا، النهايه او نهايه الكلام مكملين في سياسه التشدد النقدي. يعني ايه سياسه التشدد النقدي؟ يعني رفع اسعار الفايده. طيب ده ايه علاقته بالذهب؟ كل مره بقول لحضراتكم اللي لسه متابع اللي متابع معانا من فتره عارف يعني ايه، واللي مش متابع من فتره حابه اقول لحضرتك انه في حال رفع اسعار الفايده الذهب بينخفض والدولار بيرتفع. طيب في حال تخفيض وتثبيت اسعار الفايده مؤشر الذهب بيرتفع ومؤشر الدولار بينخفض. خلاص كده احنا عرفنا موضوع الفايده وعلاقته بالذهب. سبب التقلبات السعريه اللي شفناها الاسبوع الماضي انه طبعا احنا عندنا حاجات كتيره جدا جدا ممكن تخلي الذهب ينخفض. زي ايه؟ زي التصنيفات السلبيه للاقتصاد الامريكي اللي لما كان الذهب بيسمعها بينخفض فورا. التغيرات دي زي التصنيفات السلبية اللي لما كان الذهب بيسمعها فورا بيرتفع، بيرتفع علشان خاطر ده بيجي في مؤشر الذهب وبيخفض مؤشر الدولار. بعد كده نيجي بعدها على طول نشوف سياسة التشدد النقدي والكلمة اللي قالها جيروم باول، ده بيخلي الذهب برضو تاني بيرجع ينخفض، بينخفض تاني، هنا بيكون قمة وهنا بيكون قمة. القمة دي كانت الانخفاض 1883، وقمة الارتفاع اللي هو آخر يوم مع ندوة جاكسون هول ونهايتها ونتيجة الندوة، وكمان الكلمة بتاعت الفيدرالي الأمريكي أو كلمة جيروم باول، كون قمة 1914، وده طبعا كان ارتفاع مش انخفاض. لأنه بمنتهى البساطة لازم أي حضرتك تكون عارف في عندنا نقطة مقاومة محترمة جدا، لو وصل ليها الذهب هيوصل لمستويات تانية كبيرة جدا جدا جدا. ايه النقطة دي؟ 1923 دولار للأوقية. هو دلوقتي عند مستويات ال 1914 دولار، يعني تقريبا اقل 10 دولار فقط. هتقول لي ما هو صعب يوصل ل 10 دولار، هقول لحضرتك على فكره الاسبوع الماضي طلع مرتين في يومين 10 دولار. دلوقتي بقت الاحداث متتاليه ومتتابعه بشكل مش طبيعي، الاول كنا بنتكلم في 2 دولار و3 دولار والكلام ده كله، دلوقتي لا الوضع مختلف تماما. عادي جدا انه نشوف ال 10 دولار في يوم واحد الذهب بيرتفعهم، وده وارد جدا 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 في الايام اللي جايه. لانه برغم كل اللي جيروم باول قاله امبارح واول امبارح الا ان اسواق الذهب مش مصدقاه، مش مصدقه تصريحاته ومش مصدقه كلامه، لان هي شايفه كل اللي بيحصل على ارض الواقع، تباطؤ في النشاط التصنيعي، ركود اقتصادي، تصنيفات سلبيه لبعض البنوك وشركات مقدمه على
طلبات للإفلاس وحاجات تانية كتيرة جدا. هو لسه مكمل زي ما هو، ولازم في الفترة القادمة ايه اللي هيحصل نتيجة الفيدرالي الامريكي او اجتماع الفيدرالي الامريكي، مش محتاجين ان احنا نشوفه. طبعا هيرفع اسعار الفايدة بقيمة 25 نقطة اساس. طيب هتقول لي لو رفع 25 نقطة اساس ما هو الذهب هينخفض. هقول لحضرتك المرة دي كل اللي بيقوله ده ولا هيكون ليه اي 30 لازمة. ليه؟ لانه ده حصل قبل كده، كنا تقريبا بعد نهاية حكاية الافلاس بتاعت الثلاث بنوك، جه هو بعديها ما عبرش الكلام ده كله، طبعا رفع اسعار الفايده 25 نقطه اساس. شفنا الذهب بينخفض يومها بالليل حوالي 6 دولار، وتاني يوم الصبح ارتفع 11 دولار. هو بالظبط نفس السيناريو هو اللي بيحصل بالظبط، وهو اللي هيحصل الفتره القادمه. ده كده بالنسبه لعالميا. محليا بقى الدنيا كلها احتارت في الذهب. هو ليه الذهب عندنا الذهب بدا بيرخص عالميا وعندنا محليا بيرتفع؟ انا هقول لحضرتك ان انا قلت لك كتير جدا انه الفيدرالي الامريكي يا جماعه هدفه الاساسي هو الدولار مش الذهب خالص. يعني هدفه انه يرفع اسواق السندات الامريكيه من مؤشر الدولار، وطبعا رفع اسعار الفايده عنده طبعا بيأثر في كل دول العالم. تعالوا ناخدها بس مع بعض شويه شويه كده، وهقول لحضرتك ليه الذهب بيرتفع ومكمل ارتفاع وهيرتفع عندنا في مصر، وهقول لحضرتك تشتري ولا تبيع. اول حاجه، هو كل ما بيعمل حاجه زي كده او كل ما بيرفع اسعار الفايده، كل دول العالم او كل البنوك المركزيه عندنا هنا في مصر او اي بنك مركزي تاني غصب عنه بيضطر يرفع اسعار الفايده عشان خاطر يجاري الاسواق. يعني ايه يجاري الاسواق؟ عشان خاطر عنده اوراقه الماليه او اي يعني اي منتج بنكي عنده موجود يرفع عليه اسعار الفايده عشان خاطر يقدر يجذب استثمارات جديده، او انه يلاقي حد يجي يستثمر في السندات بتاعته او في الاذون الخزانه او ايا كان المنتج اللي بيصدره البنك المركزي، لازم يرفع عليه اسعار الفايده. طيب اسعار الفايده كمان، مش بس اسعار الفايده، اسعار الفايده بتعلي التضخم، بتخليه يرفع اسعار الفايده، بتخليه يعمل شهادات جديده، بتخلي الدولار الامريكي في السوق السوداء بيرتفع. هتقول لي السوق السوداء ولا السوق الموازي؟ هقول لك خليك بقى، خلي السوق الموازي السوق الرسمي على جنب تماما، لانه انا بتكلم عن السوق اللي بيتعامل بالفعل، اللي فيه واللي منه تقدر تبيع وتشتري، اللي بيتحكم في اسعار كل شيء وفي كل السلع حتى الذهب واولها الذهب. طبعا احنا شايفين انه حتى من قبل رفع اسعار الفايده الذهب عندنا او السوق الموازي عندنا بدا يرتفع، والذهب عندنا بدا يرتفع معاه بمجرد ما يتم رفع اسعار الفايده من الفيدرالي الامريكي. طبعا متوقع عندنا بعديها على طول البنك المركزي المصري عنده اجتماع يوم 22/6، متوقع 22 الشهر القادم 22 سبتمبر، متوقع انه يرفع اسعار الفايده هو كمان 200 نقطه اساس. ده طبعا هيخلي مؤشر الدولار عندنا بيرتفع امام كل العملات وكل العملات العالم، وكمان عندنا قدام الجنيه بضعفه طبعا اللي احنا عارفينه، هنلاقي السوق الموازي بيرتفع. وطبعا بما ان التسعير للذهب بالسوق الموازي فهنشوف انه الذهب كمان بيرتفع. سلسله طبيعيه بتمسك اول حلقه فيها بتوصل لنهايه الحلقه انه لازم تشوف ارتفاع في اسعار الذهب، برغم انه انت حضرتك ما عندكش اي قوة شرائية، ما عندكش اي موسم مثلا لاعياد ولا للافراح ولا اي حاجة خالص، الدنيا هادية تماما، ولكن برضو الذهب بيرتفع. طيب بالنسبة للبيع، ابيع ولا اشتري؟ بالنسبة لموضوع البيع، حضرتك اللي عارف بالذات انت اشتريت الذهب عند مستويات الكام. يعني لو اشتريت الذهب عند 1700 و 1800 حضرتك دلوقتي كسبان وحابب تطلع من اللعبة، توكل على الله، الموضوع يخص حضرتك، وقرار البيع من الشراء ده يخص حضرتك. طيب حضرتك اشتريت عند ال 1800 جنيه و 1600 جنيه، حضرتك لسه ما جبتش مكسبك، لسه ما حققتش مكسبك، لسه ما جبتش مصنعيتك، لسه ما وصلتش لتعب اعصابك الشهور الماضيه كلها وارهاقك نفسيا يعني الشهور الماضيه كلها، ولسه مرحله جني ارباحك ما جاتش، مستعجل على ايه؟ وليه مصر تحول فلوسك لذهبك لفلوس او لجنيه مصري جاي عليه تعويم ورفع اسعار فايده وارتفاع في التضخم وحاجات تانية كتير كلها بتؤدي لان الجنيه بيبقى 50 قرش بمنتهى البساطة. يعني الجنيه هيبقى نص ثمنه او قوته الشرائية تبقى النص بالظبط. ده كده بالنسبة للناس اللي حابة تبيع. طيب بالنسبة للي حابب يشتري 2150 و2155، دي نقطة الذهب وصل ليها قبل كده، لو اشتريت ممكن توصل للمنطقة دي ال 2150 وال 2155، دي نقطة سعرية حلوة جدا، صعب ان الذهب يكسرها وينزل تحتيها، يعني ما تنتظرش الاقل منها. طيب لو ما شفتهاش لا قدر الله،
ده الذهب يا جماعة فضل قاعد عنديها 40 يوم، يعني سهل جدا انه يرجع يوصل ليها تاني 2150 2155. طيب في حال ما انا ما وصلت لهاش تاني 2200، كويس جدا برضو. ده في حال لو حضرتك خلاص ناوي نية الشراء، معاك فلوس مش محتاجها نهائي اقل من مدة سنة، مع حضرتك التزاماتك الشهرية من اكل وشرب ومصاريف والتزامات ودروس ومدارس وايجار وكل الكلام ده كله مدة 6 شهور، اللي يزيد عن كده اشتري بيه ذهب فورا عند اي مستوى من المستويات الحالية. المستويات الحالية كويسة جدا جدا وممكن ما نشوفهاش تاني. ده كده بالنسبة برضو للي حابب يشتري. طيب معايا 100,000 جنيه و200,000 جنيه، اروح اشتري بيهم كلهم يوم واحد؟ لا طبعا ما تشتريش بيهم كلهم مرة واحدة، هتروح الصاغة، مش هتشتري ذهب اونلاين، وهتروح الصاغة عند كل نقطة انخفاض تشتري بجزء من فلوسك. وقاعدة متوسطات الاسعار اتكلمنا فيها كتير جدا قبل كده، هتحقق مع حضرتك مكسب تاني. كمان في نهاية الفيديو هسيب لحضراتكم 2 فيديو حضراتكم هتقدروا ترجعوا لهم، تعرفوا ايه نوع الذهب اللي ممكن تشتروه، ايه نوع السبيكة وايه نوع الجنيه، مغلف ولا مش مغلف، ايه نوع الضريء، الفاتورة اللي ممكن تتكتب لي، لانه في حاجة اسمها فاتورة ضريبية وفي بيان بيع. في بيان البيع مش تقدر تحصل على الكاش باك، والكاش باك تقدر تعرف هو ايه من خلال الفيديو. اما في الفاتورة الضريبية وطريقة كتابتها حضرتك تقدر تحصل على قيمة الكاش باك بتاعت حضرتك. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم، وبعتذر عن الاطالة. اتمنى من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد، في أمان الله.